أفرغت الأسرة بعد وفاة من كانوا يعانون عليها. الطفل عمر خالد سنتان ونصف وهو وحيد والديه، والطفلة هالة عبد الواسع 8 سنوات. كانوا بالعناية المركزة، رحلوا ولم يبكيهم أحد إلا أسرهم والعاملين بمستشفى الأمومة والطفولة بتعز، بعد أن عجزوا عن إنقاذ حياتهم ولفقر أسرهم لينقلوهم لمستشفى آخر. للأسف أقولها وبكل حزن أنه نحن في المستشفى نعاني كثيرا، أنه الأطفال يموتون لدينا لا لأسباب أنه الكادر لا يقوم بواجبهم، وإنما لشحة الإمكانيات المتوفرة. نحن نعاني من نقص مادة الأكسجين في العناية المركزة. أنا أركز على العناية المركزة لأنه من أهم الأقسام اللي نستقبل الحالات الحرجة عندنا. نعاني من عدم وجود أجهزة تنفس صناعي. هل معقول أنه المستشفى الوحيد في المحافظة اللي يقدم الخدمة من أكثر من 60 سنة ولا يوجد لدينا جهاز تنفس صناعي واحد؟ لا أقدر عن عبر شعوري وعن حزني وألمي، لأنه توفت أكثر من حالة دخلت القسم وأنا مش قادرة إيش أعمل لهم، بالرغم أن إحنا قمنا بالعناية الطبية والتمريضية، ومع ذلك نحس أن إحنا كمان مقصرين مش بعملنا، مقصرين إحنا لا نملك أجهزة تنفس صناعي دخلت المستشفى، والمستشفى الوحيد اللي يستقبل الأطفال من جميع المحافظات ومن جميع الأقسام داخل المستشفى وخارج المستشفى، خصوصا في مدينة تعز. هنا توفى طفل اليوم الفجر وعمره 2.5 سنة وكان محول إلى تنفس صناعي. أما عبد الجبار فمصاب بسوء تغذية حاد وخيم ومضاعفات فشل كلوي حاد، ومطلوب من والده أن ينقله إلى صنعاء لعدم وجود الأجهزة أيضا، وسيتحمل ما لا يطيق. هذه نماذج لما يعانيه أبناء تعز الفقراء، وغالبية السكان فقراء، فالحرب قد قذفت بهم إلى أدنى سلم الحاجة، ومستشفى الأمومة والطفولة ملجأهم ومستشفاهم الوحيد بالمحافظة لا يتوفر به ما يعين أطفالهم على البقاء. حاولوا هنا في المستشفى اليمني السعودي تعز نعمل له إنعاش للكلى باستخدام الدوبامين، لأنه دون قدوة، لأن مطلوب منا نعمل له غسيل بروتين للكلى ومش موجود داخل المستشفى وحدة غسيل كلوي بالبروتين. حاولونا على صنعاء، وصنعاء طبعا التحويل هناك بيكون مكلف وبيض علينا، مش قادرين نقوم بنقلهم الى صنعاء. والطفله احتمال عمرها 7 أشهر، احتمال انها ما توصلش الى صنعاء بحكم المسافه البعيده وعرض الطريق، فمش معقول انه مستشفى بحجم المستشفى اليمني السويدي منذ 60 سنة يقوم بعمله وخدمه ابناء تعز لاكثر من 4 مليون، الملاذ الوحيد الصحي داخل المحافظه اللي يستقبل اكبر عدد من الاطفال، انه يكون بدون وحده غسيل كلوي. قد يكون الصمت هنا ابلغ من الكلام، فالألم على الأرواح المنطفئة البريئة كبيرا جدا، خاصة عندما يكون المطلوب جهاز تنفس مقتدرا عليه، قد ينهي معاناة الأطفال وأسرهم والعاملين بالمستشفى اليمني السويدي. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.